ردا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والترويج له بأن شيوخ العشائر ابتعدوا عن الوقوف مع أبنائهم خلال انتفاضتهم وثورتهم، ليؤكد من حضر من شيوخ ووجهاء وسادات من محافظات الفرات الأوسط والجنوب في مؤتمر الديوانية بأنهم داعمون لهم ولمطالبهم بتغيير الواقع العراقي بمختلف المجالات، وهم في تتبع مستمر لكل الأحداث. تم انعقاد مؤتمر عشائري سادات وشيوخ الفرات الأوسط وسادات وشيوخ الجنوب، والغرض من المؤتمر يعلنون وقفتهم الواحدة وتأييد ودعمهم إلى المتظاهرين السلميين لتلبية مطالب المتظاهرين، ومنها إجراء انتخابات مبكرة، تعديل فقرات الدستور، المفوضية يجب أن تكون مفوضية نزيهة. كان الحديث يدور حول أنه عدم مشاركة المشايخ بداية التظاهرات. الواقع نعم، احنا دعمنا وداعمين من اليوم الأول للتظاهرات، داعمين عقدنا مجموعة مؤتمرات وقلنا احنا ما طلعنا للساحة، اكتفينا بأبنائنا. احنا داعمين من يوم الأول للتظاهرات ولا يومنا هذا. شيوخ من الناصرية أكدوا رفضهم لإراقة الدماء، كما أعلنوا استعدادهم لحماية الدوائر الحكومية والممتلكات العامة وكذلك سجن الحوت إذا طلبت منهم الحكومة ذلك، وهم في سعي جاد لمنع أي فتنة وصدمة يشجع الاقتتال داخل المدينة التي شهدت توترا أمنيا في الأيام الماضية. أنا أول واحد ويدري القائد مال الشرطة اللي هو اللواء أبو الوليد، بادرت مبادرة كانت قيادة الشرطة المتظاهرين، وكذا دخلت إخواني وعمامي وعشيرتي ودخلت للقيادة وأمنت الأمن بصورة عامة على القيادة والمنتسبين بيها وعلى المتظاهرين. والسجن كان مستوى السجن؟ والسجن وكذلك يعني لا تزال شيوخ العشائر. قبل حوالي أسبوع وصلنا أنه مجاميع غريبة دخلت، كل عشائر ذي قار انتشرت هي وعشائرها على الطرق العامة والفرعية وأمنها وأمن المحافظة. أهم ما ركزوا عليه أن الاستمرار في سلمية التظاهرات يعني أن الجميع يعي خطورة المخططات الخارجية. مطالبة حكومة بغداد بالإسراع في قراراتها المطبقة على أرض الواقع والتي تهدئ من الشارع بعيدا عن الوعود فقط أمام وسائل الإعلام، هذا ما طالب به شيوخ المحافظات المنتفضة. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.